قبيلتنا ها شو هو عمر بالماء دابا تجي القيله بغات تولي كيفاش كيجي ماشي خط ما غادي عنده حتى حنا دابا ملي كنا ماكلين بلونش كيف لونها ماشي بزاف دابا تقريبا طوب على اللي جبنا سلام لفامي كيف نتوما لاباس عليكم نتمنى كاملين تكونوا على خير وبخير ونتمنىكم تكونوا استمتعتوا بفيديوهات اللي كنزل كاملين ديال مدينه الدخله والعيون ماشي مدينه الدخله والسفر الى مدينه الدخله مرورها عبر مجموعه من المدن اللي نتمنى تكونوا استمتعتوا بها باقي عندنا فيديوهات كثيره ان شاء الله غادي نوريكم عبر الطريقه هذه هنايا كنتجهوا لابلاج ديال بورتوريكو وكنخليو مورانا لادون بلونش اللي هي من مورانا شوفوا كيفاش نوا الطبيعه ديالها شوف هنايا كيفاش نيه داكشي غزال وديك الرمل كيفاش نيه مذهبه فنه هنايا خرجنا من الطريق في اتجاه ديال كيف ما قلت لكم ديال لابلاج ديال بورتوريكو غادي تشوفوا هنايا ديك الرعاة ها هما هنايا كيتانستالاو هنايا دائما انستاليين هما عندهم على طول العام ديك الرعاة ها هما انتم كتشوفوا وهنايا عندنا حاجه بحال اللي قلنا تلقيت يعملوها هي ديك طوماط سوري ايوا يلا معايا هانتوما معايا في الطريق يلا بينا يلا حنا ماشيين لابلاج ديال بورتوريكو يلا واحد المالديف 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 والله العظيم الى المالديف شنا بلاي بورتوريكو يعني بورتوريكو هنايا دابا وصلنا لهرغوف اللي هي سكنه عسكريه هنايا غادي ندخلوا دابا دخلنا بورتوريكو دابا دخلنا البحر ديال بورتوريكو عاودت ديفينا هبطنا من الكراتيرا ودخلنا في هذا الشيء هذا شوفوا على التضاريس هنايا بدات القوايل كتسند حبيبه بدات السخانه دابا حنا غادي نهبطوا باش نهبطوا لهاد البحر ديال بورتوريكو هنايا في كيلتقي ياك المحيط مع الخليج هانتوما معايا دائما حنا داخلين البحر ديال بورتوريكو خلاوها البرتغال هاد الصومعة خلاوها البرتغال هايدا هادي وبقات هنا بحال معلمة ياك بقات بحال معلمة كانت على شكل رادار اللي كيكون شدو بها على حساب بحال الفار المنار بحال شوفوا على المطار بورتوريكو
عالي على هنايا وحتى الكولا بحال اللي قالنا الكيد قالنا لا كولا مختلف هنايا كيبان خضر واللي كيبان بحال الزرق بحال ماشي هنايا في المونتاج اضطريت انني نهضر لان الصوت ديال المؤطر ما تسمعشيه هنا كيقولنا ان هذه المنطقه معروفه بالاحجار البيضاء اللي هي الغسول الابيض وداك الشيء هذا وهي حتى حنا نرفدوه سمعتوا دابا انا غنرفد الغسول من هنايا الغسول الابيض انا غنجيب واحد البلاستيكه وغنجمع الغسول الابيض وكنعملوه مع الماء برافو على هذه المعلومه مهمه سورتو الغسول الابيض راه غالي ايوا هنا غادي نقول لكم الى اللقاء نتلاقاو ان شاء الله يلا بينا غنمشيو لواحد موطع اخر اللي غادي يعجبكم بزاف 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 وما تنساوش دائما لايك ابوني وتفعيل الجرس باش تعمل فائده على الجميع اوغوار